انا امال كلك شهامه يا بلد افندي. وعلشان خاطر عزيزه كمان تكون مبسوطه، ذنبها ايه؟ هو يعني عشان خاطر خطيب اختها كان هيخش السجن ومن المسكينه تنحرم مني انا؟ انت حبيبي ارحم دموعي يا ولية. حرام عليك، ده انا لسه خارج من كاس العداء. سلامتك يا قمر. احنا متشكرين خالص يا بازفندي. العفو يا اخي، العفو العفو العفو، انا عملت كده بس علشان خاطر الزوزه وخطيبتي. ربنا يتمم بخير يا بازفندي. هيتمم، بس من هنا ورايح بقى لازم تمشي بعقل. فضل يا اخي المره الجايه انا مش موجود، يبقى مين رايح يخلصكم؟ لا عندك حق، مفهوم. الغرض حمدلني على سلامتكم. وقدر ولطف يا سي حسن. انا من بكره الصبح هنتشل النورماندي تو. لكن هتعرف تطلعها يا ريس حنفي؟ حتما لازم اطلعها، دي لو حكمت هجيب لها جنرال هويلا. ولا يكون عندك فكر. ولا لكم عليا، من يوم الخميس هتلاقوا المأذون جاي ويخش سيدنا على ستنا وستنا على سيدنا. الله عزيزه وزه. اهلا ست نتانيا. مرحبا ست الحسن واللطافة. اهلا يا ريس حنفي. الله، مش انتوا اللي مسكوا البوليس امبارح؟ ايوه، اصل ما كانش معانا بطاقة شخصية. ازاي؟ دول قالوا عليكوا تجار مخدرات. مخدرات؟ يقول الجدع اللي يثبت. تعجب. ها يا ريس حنفي. انا في الخدمة يا جميل. الجماعة جايين بكرة بدري. انت ما قلتلوش يا بازفندي؟ والله كنت لسه هقوله، انما بقى يظهر الفرحه نستني. الصبح حضر نفسك بدري، هفوت عليك اخر. من نجمه جاهز تحت امري. تروح فين يا ريس حنفي؟ انت نسيت النورماندي ولا ايه؟ ايوه الله صحيح، بس مش معقول اسيب الناس دول وانا بطلع منهم بقرشين كويسين. ناس مين دول يا ريس حنفي؟ جماعه من مصر اصحاب الست لتانيا، بيجوا يصطادوا على الساحل. طب هما محتاجينك في ايه؟ ما يسلمش الامر، انا اقول لهم شويه ميه شويه تلج، وكمان عشان احرسهم لان الحته دي مقطوعه. عادي، طيب ما تقعد انت والريس ويلر تطلعوا لنا النورماندي، واروح انا وحميد وبدالك نخدمهم. موافقه يا ست لتانيا، انا اضمنهم برقبتي. مفيش مانع. واحنا تحت امرك من الصبح بدري. على خيرة الله. ما تنساش ميعادنا يا بازفندي. لا انسى ازاي، وده معقول؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. طيب حشيش؟ الحشيش احنا بتوع حشيش؟ احنا يا اخويا حشيش بس. يا الله بنت التفتة تطلع ايه دي يا باشا فندم؟ ولا اعرفه. تكونش شوكولاتة. صلاة النبي احسن. احسن. قرايبك الناس اللي جايين دول؟ انت مالك يا اخي؟ لا يعني بسأل، فيهم ستات حلوين زي كده؟ وافرض ان فيهم حلوين، انت جاي تخطب ولا تخدم؟ محسوب. انت هلباوي قوي. يعني افندم. اهلا ابن حميدو، ازيك يا سي حسن؟ ايه بتوقفنا علشان ايه؟ عاوز تفتشنا ولا ايه؟ لا 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 يا ابن حميدو، ما كنتش اعرف انكم فيها. لا والله فتشني فتش يا سيدي. معلش حقك عليا، مش قصدي، ده انتوا ناس على راسنا. لا والله فتشني فتش. اتفضلي يا مدام اطلعي. معلش يا ابن حميدو، الراجل ما كانش واخد باله ان احنا اللي راكبين. اهو ده اللي كان ناقص، تجيش تفتشنا احسن. ما قلنا معلش بقى يا ابن حميد. والله شيء يجنن. لا لا لا، تعالى هنا جنبي، تعالى يا سيدي. انا مع السلامه يا ابن حميدو. اهو ده اللي كان ناقص، تجيش تفتشني. لا والله تعالى فتشني. عيب يا مدام، ده احنا بقالنا 12 سنة رايحين جايين في الدكات. احنا بنتبهدل تفتيش لما نيجي نعدي لوحدنا. الناس مهمات.
حصلت البركة. عارف. أهو ده اللي كان ناقص. كنت تعالى فتشت أحسن. إيه؟ عند الشجر اللي هناك. أهم جم. الله، انتوا اتأخرتوا كده ليه؟ يا ستي كل نقطة يفتشونا ربع ساعة. ها؟ مساكين. ليه؟ انتوا ما تفتشتوش؟ بشر، بصي، شايفة دول؟ ابن حميدو! حسن! الله، فين حنف أمال؟ كان مشغول النهاردة وبعت الجماعة دول بتات. ودول اللي ما بتفتشوش؟ أبدا، يعني هيخدمونا من كل ناحية. تبقى عال قوي. نزلوا الحاجات من العربية والخيمة الكبيرة علشان تنصبوها. ايه رايك في لاتانيا دي يا ابن حميدو؟ شجره موز يا ابني. دي كبيره قوي، دي طرف الخيط، خد بالك منها كويس، هتوصلنا لكل حاجه يا رب. ابن حميدو، ابن حميدو. اهو. اهلا وسهلا. اه لو كنت لقيتك بتستحمى مع البنات كان يبقى نهارك هباب. هو ده معقول؟ هو انا ليا بركه غير حميده؟ اقعدي. ايه اللي جابك يا عزيزه؟ بشم الهوا. ليه؟ مفيش هوا عندكم؟ اصل الهوا هنا رايق. اه يعني الهوا اللي رماكي. فشر ده بعدك. يا ابن حميدو حضروا النار عشان نشوي السمك. حالك. انبسط مع ست لاتانيا بتاعته دي. ايه؟ طب هو رايح وراها يعمل ايه؟ يراقبها، قصدي ياخد باله منها، حد يفطس يختص، احنا مش صنعتنا نراقبهم. يلا بينا. الله، امال فين عزيزه؟ زعلان عشان انت رحت ورا لاتانيا. اما مجنونه صحيح، وراحت فين؟ ورا لاتالتا. انت مشيتي ليه؟ حبيت اخليلك الجو مع الخواجايه بتاعتك دي. يا عبيطه، ده انت دفرك برقبتها. امال سبت دفري وجريت ورا رقبتها ليه؟ صدقيني مفيش غير واحده بس في كل الدنيا اللي هيمه في نظري، ومع انها غضبانه وزعلانه لكن انا متاكد انها بتحبني زي ما انا بحبها. عزيزه اوعى سيبني. عزيزه انا بحبك يا عزيزه. سيبني بقول لك. الله. بحبك. ايه اللي انت عملته؟ مش عارفه ايه اللي عملته. عملت كده. انا بحبك يا حسن من اول يوم، وكنت بتخانق معاك من غيري لاني عارفه ان انا هكون لواحد غيرك، واحد ما بحبوش وعمري ما هحبه، عايش معاه طول حياتي متعذبه، وانت في يوم من الايام هتلاقي واحده تحبها وتعيشوا مع بعض متهنيين. اؤكد لك اني عمري ما حبيت ولا هحب غيرك يا عزيزه. كان لازم افرح قوي وانا بسمع الكلام ده منك، لكن ايه الفايده وانا هتجوز بعد يومين؟ يومين؟ يومين ممكن يحصل فيهم حاجات كتير قوي. زي ايه؟ عزيزه انا ما اقدرش اوعدك بحاجه دلوقتي، كل اللي اقدر اقوله لك اني اكون اسعد راجل في الدنيا لو اتجوزتك. تتجوزني بكره؟ يا ريت، يا ريت كنت اقدر. يعني بتحبني وعايز غيرك يتجوزني؟ عزيزه لو بتحبيني وبتحبي لي الخير اصبري عليا، هتعذريني لما تعرفي ظروفي. انا اللي اعرفه حاجه واحده بس، اني هتجوز يوم الخميس. ايه